قال: ولو قتل صائبا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله، أو أتلف مزمارا أو آلة لهو، أو كسر إلى فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته، أو كسر حليا محرما، أو أتلف آلة سحر أو تأزير أو تنجيم أو صور خيال، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع. نعم، بالنسبة للدابة ذكرنا قبل قليل، طبعا قلنا صاحبها يمنعها. لو سبحان الله صاحبه يقودها وهي ضربت برجلها دون علمه وهو دون قيادته لها، هنا لا يضمن، لأن هذا يرجع إلى العجماء جبار. لكن نقول إذا كان يستطيع منعها ثم أهمل، يعني صار تقصير منه، فإنه يضمن. ثم ذكر مجموعة من الأشياء لا يضمن أصحابها، لا يضمن أصحابها، كمن كسر آلة له، أو أشياء تستخدم للسحر والشعوذة مثلا أتلفها لا يضمن هنا، أو أتلف آلات موسيقى وطربة لا يضمن هنا. نعم قد يعاقب لأنه فيه يعني تعدي، لأن هذا افتئات على ولي الأمر، كان يجب عليه، أن ولي الأمر هو الذي يأمر بإتلاف هذه الأشياء، لكن على كل حال لا يضمن، لكن يعاقب، يقول يعني ليس هذا من شأنك، لكن لا يضمن هذه الأشياء. أو حليا محرما، كانت تكون يعني آنية من الذهب، آنية من الفضة، أتلفها لا يضمن، لأن هذه يحرم الأكل فيها ويحرم الشرب فيها. فكل ما كان، أو كتب مبتدعة مثلا أتلفها لا يضمن، أو كتب فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يضمن في هذه كلها. لماذا؟ لأنه يعني محسن في هذه الأمور، بحيث إتلاف هذه الأمور أمر واجب، وإن كان الواجب ليس عليه وإنما على ولي الأمر، فلذلك لا يضمن وإن كان يعاقب، لكن لا يقال إنه ضمن، مثل لو كسر إناء فيه ماء، أو أتلف حديقة، أو كسر سيفا، هنا يضمن لأنه أتلف شيئا مأذونا به. فإذا أتلف شيئا غير مأذون به فإنه لا يضمن، لكن قد يعاقب لأنه افتأت على ولي الأمر في هذا. نعم.